حي على الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمنون بعضهم لبعض نصحة. النصيحة هي أحد الحقوق التي يجب أن يؤديها المسلم تجاه أخيه المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. يقول الصحابة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. النصح له شروط. أولها: حتى نمرر النصيحة لأولادنا، أول شيء في النصح الإخلاص. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اثنين: اللين، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا فن من فنون النصيحة الإسرار في النصيحة. يقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إن لم تعط طاعة. إذا أردت أن تنصح فابدأ بالإيجابيات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. من فنون النصيحة أنه ما على الرسول إلا البلاغ. أيضا أيها الإخوة الكرام، من فن النصح الإيجاز في النصيحة. أيضا أيها الإخوة الكرام، الذكاء في النصيحة. لا تفتش عن العثرات الخفية والأخطاء الخفية. لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. الله 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 الله.